كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حاليا التوقيت عندي 3:30 الصباح يوم السبت في مرسين في تركيا. ان شاء الله اخواني حتكون الرحله من مرسين الى انطاليا الى اسطنبول ايديرنا، وبدخل بلغاريا باتجاه ان شاء الله السويد. الرحله مدتها يومين والمسافه ما يقارب 4000 كيلومتر. هاعطيكم ان شاء الله التفاصيل من تركيا الى بلغاريا الى دول اوروبا اللي حمر فيها ان شاء الله، وحفرجيكم بشكل عام الطريق كيف وضعه. طبعا الرسوم والتفاصيل السفر والحدود الى اخره. انا حاليا اخواني طبعا اكيد انتم شايفين حاطط كمامه، عندهم يوم السبت والاحد حظر في تركيا بالنسبه لكورونا فيروس. المسافه 454 الى انطاليا من مرسين، بس وصل انطاليا ان شاء الله باتجاه الى اسطنبول ثم الى ايديرنا. فاخواني مثل ما شايفين الدنيا ليل الساعه 3:30 وانا طالع ان شاء الله باتجاه انطاليا. الطريق كثير حلو هلا، رائع، ما في حدا. طبعا هذا الشيء كويس لي كثير مشان ما يكون في زحمه الرحله الاولى من السويد الى تركيا. لكن هلا ان شاء الله الرحله حتكون من تركيا الى السويد. ان شاء الله بعطيكم التفاصيل اول باول من تركيا الى السويد ان شاء الله. اللي بحب عفوا ياخذ فكره عن تفاصيل الطريق من تركيا الى السويد ان شاء الله حاعطيكم اياها اول باول، يعني بكل دقه وحذافير ان شاء الله. دعواتكم الطيبه، اخوكم دايفر ترافل، ادعوا لي اخواني توصل بالسلام ان شاء الله. اتمنى عفوا اي حدا مش مشترك بالقناه يشترك، فعل الجرس يوصلوا كل جديد، وتعملوا شير للفيديو وتحطوا تعليق شو بتحبوا انا اصور لكم اكثر، وخليكم معي ان شاء الله. السلام عليكم اخواني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، الله يسعد صباحكم. انا حاليا على طريق مدينه انطاليا بتركيا. هذه القلعه اسمها قلعه المعموره. هذه انا ورايح متجه الى انطاليا ان شاء الله. هذه القلعه جبال طريق مدينة أنطاليا. طبعا حاليا اخواني الساعة 7:30 صباحا، درجة الحرارة 10، الجو كثير كثير رائع. طبعا على يمين الطريق في شجر زيتون، في كثير شجر زيتون وحمضيات ما شاء الله. يطلع، لكن بشكل عام ممنوع حدا يطلع على السبت والاحد
علي مزارع موز، بيوت بلاستيكية ضخمة وفيها موز، وحتى حصلت استراحات يعني يبيعوا فيها موز. يعني إخواني أنا صار لي تقريبا عم بسوق 5 كيلومتر ومزارع الموز على يميني ما وقفت ما شاء الله. مثل ما قلت لكم اخواني هذا بناء كله حديث بين الجبال عاملينه، طبعا هون حفريات عاملين حفر يعني بالجبل نفسه عشان يفتحوا طريق. هناك في جبال ما شاء الله كتير حلوة. طبعا هذه سيارتي اخواني CLK 100 النمرة السويد. اخواني مثل ما قلت لكم هذه مدينة انامور مشهورة جدا بزراعة الموز، وهذه البيوت البلاستيكية اللي قدامكم هذه عمض البصر ما شاء الله كلها ياتها موز، وخلفها طبعا مبين البحر. فخلوكم معي اول باول اعطيكم ابديت حلو عن الطريق، وبصراحة يعني الطريق كثير رائع اخواني الصبح كثير ما شاء الله هون بتركيا رائع. ما شاء الله بيعطيني انذار بالسيارة انه لازم احط حزام الامان. والله الصراحة اخواني احلى مناظر، يعني انا من وقت ما طلعت من مرسين لهلا مناظر حلوة. انا طبعا مثل ما قلت لكم كنت عم بسوق بالليل فبلش يطلع الضوء وانا عم بسوق، مناظر الجبال جدا جدا رهيبة وحلوة. شايفين اخواني الحفر بالجبال عاملين طريق داخل الجبل يعني، وصابينه باطون ومرتبينه يعني الجماعة. طبعا للعلم اخواني مساحة تركيا تقريبا 800 ألف
الغابات، ضمن الجبال عاملين طريق مثل ما شايفين اخواني، فوقي كله جبال وغابات واحراج، شجر اخضر ما شاء الله مثل شجر لبنان او شجر الارز. هذا المنظر اخواني بيذكرني بصراحة باليونان. اذا انتم طالعين من ايطاليا من مدينة برينديسي، بتاخذوا عبارة الى مدينة لوغومينيتسا، فبيطلع لكم هيك مناظر على الطريق. هون السرعة طبعا 70، درجة الحرارة اخواني 14. قلت لكم هون السرعة 70، جاي نفق. لا طبعا، اذا كنتوا على الطريق اخواني باي دولة وشفتوا علامات للاشارات انه كذا مرة اعطيكم السرعة، ممكن يكون في نفق. هذا نفق طبعا. اسمها مدينة غازي باشا. أنا حاليا بطريقي إلى مدينة غازي باشا. طبعا إخواني هذا الشروق مثل ما شايفين، هلا قدامي كمان نفق. طريق اخواني من مدينة انامور الى غازي باشا الى انطاليا، صراحة كثير في انفاق. هذا نفق الربع الخامس، السرعة 70. هذه غابات اخواني على طريق مدينة غازي باشا قبل مدينة انطاليا، والصباح كتير كتير رائع، والشروق صراحة بجنن.
وغابات حلوة وكبيرة وضخمة ومع منظر البحر طالع صراحة روعة. طبعا اخواني هون عندهم موز ما شاء الله كتره كتير كتير الموز، هذا عسل وهذا نوع تاني بعد كمان عسل، عندهم زيتون وعندهم مونة بصراحة وعندهم تفاح. هلا اخواني حاليا باتجاه مدينة غازي باشا. Thank you.
هذه اخواني هون كلها شجر موز، ما شاء الله الجبل مع البحر منظر رائع والله.